عزيزي الطالب، بعد أن تعرفنا على أهم الفنون المتعلقة بحمل السلاح وركوب البحر، نأتي إلى فن عرض العرائس. يسمى هذا الفن بفن الباكت. يقوم فيه الراوي بالغناء منفردا، تصاحبه آلات موسيقية وإيقاعية مختلفة مع التصفيق، بينما يقوم المتفرجون بترديد ما يغنيه، وأثناء العرض يستلقي العرض على الأرض ويقوم بتحريك العرائس. إلى أهم الفنون ذات الأصول الأفريقية، ويسمى هذا الفن بفن الليوة. وفن الليوة دليل على الاتصال العماني مع شرق أفريقيا. تكون فيه الجذور الإفريقية أكثر وضوحاً في الصيحات المتقطعة، والآلة المستخدمة فيه تسمى بآلة البرغام، وهي عبارة عن قرن الوعل أو المها يتم النفخ فيه لإصدار النغم. وأكثر ما يميز الموسيقى التقليدية العمانية هو وجود بعض الآلات الموسيقية القديمة التي تتمتع ببعض الغرابة، ومن أبرزها آلة البرغام، وهي عبارة عن قرن الوعل أو المها يتم النفخ فيه لإصدار النغم الذي يستخدم غالبا في فن الرسحة. والجميل في هذا الفن أنه انتشر من عمان إلى بلدان الخليج العربي. وأيضا من الفنون الشعبية فنون الاحتفالات الدينية. الفن الأول يسمى بفن الرواح، وهو من الفنون النابعة من مسندم، ويتميز ببساطته وفصاحة كلماته. والفن الثاني يسمى بفن المالد، احتفالات المولد النبوي الشريف. ولا ننسى بأن هناك فنون نسائية عمانية جميلة كأغاني الأعراس ورقصة الجنبورة وصوت السيلام وغيرها كثير من الفنون النسائية العمانية. ننتقل الآن إلى النشاط التالي. السؤال الأول، أي من الفنون الموسيقية تثير الشجاعة والحماس؟ فكر معي، تذكر أي من الفنون الموسيقية تثير الشجاعة والحماس؟ إجابة موفقة، فعلا فن العيالة من الفنون الموسيقية التي تثير الشجاعة والحماس. ننتقل الآن للسؤال الثاني، اذكر بعضا من الفنون الشعبية التي تتميز بها ولايتك. عزيزي الطالب، هناك الكثير من الفنون الشعبية العمانية كفن العازي والتقرود وغيرها من الفنون الشعبية، لذا عليك عزيزي الطالب أن تبحث وتطلع وتدون أهم الفنون الشعبية التي تتميز بها ولايتك. بعد أن تعرفنا على الموسيقى التقليدية وأهم الفنون الشعبية العمانية، نتساءل الآن كيف تعاملت عمان مع تراثها الحضاري؟ نجد أنها عملت على إنشاء مركز عمان للموسيقى التقليدية، تم إنشاؤه في عام 1984 من أجل الحفاظ على الفنون الشعبية والموسيقى التقليدية العمانية. وقد نجح المركز في جمع وتسجيل وتوثيق وتصنيف مختلف أنواع الموسيقى التقليدية العمانية، كما عملت على استقصاء وتوثيق وحفظ الموسيقى على أشرطة سمعية وبصرية. ويا ترى كيف يستطيع الأفراد أن يحافظوا على تراث الأجداد؟ أحسنت، فعلا عن طريق السير على دربهم ودراسة آثارهم ومناقبهم من أجل التمسك بها. عزيزي الطالب، هيا ننتقل للمتعة والإثارة مع النشاط التالي.
السؤال الأول يقول: كيف تمثل الموسيقى التقليدية أحد وجوه هوية عمان الثقافية؟ ممتاز. تشكل جانبا متغلغلا في كافة دروب الحياة، إذ يمكن أن نجدها مصاحبة له في العمل والأعياد وله الأطفال أيضا. ننتقل الآن للسؤال الثاني: يكشف فن الليوة عن جذور أفريقية نتيجة الاتصالات العمانية بشرق أفريقيا، وضح ذلك. الجميع يعلم بأن فن الليوة من الجذور الأفريقية، كيف ذلك؟ يتضح ذلك في التفاف الراقصون حول عازف الصرناي، وتكون الجذور أكثر وضوحا في الصيحات المتقطعة في قرن حيواني يعرف بالبرغام. والسؤال الثالث: اكتب مقترحين يسهمان في تعزيز وبقاء الموسيقى التقليدية العمانية. يأتي الآن دورك عزيزي الطالب، واكتب لنا مقترحين يسهمان في تعزيز وبقاء الموسيقى التقليدية العمانية. وفي الختام عزيزي الطالب، يعتبر حب الوطن فخرا واعتزازا لكل مواطن، لذا يجب علينا أن ندافع عنه ونحميه بكل قوة، وأن نسير على خطى الآباء والأجداد. بهذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، في أمان الله.